بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا اليوم بوزيشنينج بوزيشنينج اند بروبلمز يعني مشاكل تواجه المريض بسبب وضع جسمه شلون تحط جسمه اثناء التخدير او اثناء العمليه اه, ندخل اه, حول موضوع البيرفرال نيرف انجري اه, ضرر الاعصاب السطحيه بيري اوبراتيف نيرف انجري از ان اون كومبليكيشن اوف بوث ريجينال اند جنرال انستيزيا يعني ممكن الضرر يصير بالاعصاب السطحية بغض النظر سواء كان التخدير عام أو غير عام سواء نصفي أو مناطق إلى آخره ممكن يصير ضرر بالأعصاب السطحية بكل أنواع التخدير Peripheral nerve injury however is more frequent In most cases this injuries resolved within the 6 to 12 weeks يعني ممكن يصير تحسن بهذا الضرر معظم الحالات خلال 12 أسبوع but some persist for months or even years لكن البعض يطول عدة أشهر عدة سنوات because peripheral neuropathies are commonly associated with a patient positioning so prevention is necessary لكون هذا الضرب الأعصاب السطحي هو متكرر يعني ممكن يصير الكثير من العمليات لذلك احنا لازم نتخذ إجراءات حمود نمنع هذه المضاعفة The role of

compromise it is perfusion disrupt it is cellular integrity and eventually result in edema ischemia and necrosis هذا الضغط يصير على الاعصاب ممكن يأثر على سلامة الخلية بحيث المنطقة يصير بها اوديما يعني ورم انقطاع الدم عليها ومن ثم تلف بالخلية. Lower extremities Neuropathies particularly involve the peroneal nerve هاي بالأطراف السفلية عندنا البيرونيال نيرف كلش كومن الإصابات به have been associated with the prolonged greater than the two hour maintenance of the lithotomy position طبعا هذا الليثيوموبوز يصير الكثير من العمليات خاصة عمليات الأنال anal surgery أو بعض عمليات التدخلات النسائية وإذا استمر شوي هذا البوزيشن 2 ساعتين يعني مو أكثر من ساعتين عفو ممكن يأثر على

يصير سحب للأضلاع ممكن يأثر بسبب stretching هنا يصير على ال precariplexis similarly the long thoracic nerve may be severed during pneumonectomy or axillary lymph node dissection and semi brachial plexus injury following lateral decubitus positioning may be related to improper position of axillary root. إذا ممكن يصير عندنا ضرر بالألنا نيرف وممكن يصير عندنا ضرر بالبراكيال بلاكسياس وممكن يصير عندنا ضرر بالثوراسيك نيرف اللي هو لونج thoracic نيرف هاي صور وقدام كل صورة اسم البوزيشن اه سوبان بوزيشن عندنا عندنا بروم بوزيشن عندنا تريندلين بيرج بوزيشن ريفيرس تريندلين بيرج بوزيشن عندنا ليثوتومي بوزيشن عندنا سيتنج بوزيشن لاترال دوكيبيتوس بوزيشن هاي الاوضاع كلها نحتاجها بالتداخلات الجراحيه اه بشكل عام شنو كومبليكيشن اوف بوزيشن الانجر اللي يصير بالجسم عندنا اير امبوليزم الوبيشي باكيك كومبارتمنت سندروم كورنيال ابريجن ديجيت امبوتيشن نيرف باراليسيز اللي تشمل براكيال بلاكسيس كمان بيرونيال راديال النار اند عندنا راتينال اسكيميا اند سكين نكروسيس هاي كلها الكومبليكيشن بشكل عام شلون نقدر نمنحها بريفنشن اولا avoid stretching or a direct compression at peripheral nerve قدر الامكان نمنع الضغط نمنع السحب Banding lateral aspect of upper fibula Avoid compression of lateral humerus Banding at elbow joint Avoid pressure on globe Maintaining perfusion pressure Tabbing and lubricating eye Lumbar support Badding and slight hip Thank you very much.